رقم واحد، لما كنتم في تبوك اوكي ظهر صوره لماجد عبد الله، اعتقد وانتم في المدرج وكان ماجد حاضنك، وايضا ماجد في النص، انت على يمين ماجد ويوسف خميس على شماله، وكتب ماجد عليها تعليق اعتقد في تويتر اذا ما خانتني الذاكره، قال بانه اعظم لاعبين وسط لعبت معاهم. طبعا راي ماجد هذا زعل واحد من اللاعبين اللي قد لعبوا معه في نادي النصر، اغضبه. اذا ماجد يقول انتم اعظم لاعبين وسط، بالنسبه لك انت من هو اعظم راس حربه لعبت معاه في تاريخ المنتخب السعودي؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، اخوك عيسى في لقاء في الرياضيه يقول انا وكانني اشاهد الاتفاق في دوري الدرجه الاولى وهي مساله وقت. هل تؤيد تعمل رتويت لاخوك عيسى وتقول صحيح مساله وقت والاتفاق في دوري الدرجه الاولى؟ الناحيه الثانيه، انتم طبعا كلمه الحرس القديم هذه مصطلح اعلامي مستخدم، انتم الحرس القديم. طبعا انا احب عبد العزيز الدوسري على فكره قد ما تحبونه، واعتبر عبد العزيز الدوسري رمز اتفاقي اول في تاريخ الاتفاق، انا بالنسبه لي هذا رايي. وهو رجل يعني شال الاتفاق في وحقق الاتفاق امجاد غير طبيعيه، لكن السؤال، الحرس القديم ضد خالد الدبل، مغمضين عيونكم وكانه خالد الدبل هذا لا يصلح ان يكون رئيس النادي، هل تتفق ولا تختلف؟ واخر ناحيه، في واحد انا اعتبره واحد من معلميني رغم اني ما قد اشتغلت تحت مدرسته اللي هو محمد العبدي، اليوم مرسل لي على الواتساب يوم درى انك ضيف معانا قال لي اسال صالح خليفه عن موضوع صمدو والاصابه اللي لما رحت انت المستشفى قالوا تسوي حادث انت ولا هذا ادمي داخل عليك ولا شنو؟ سوالك صمدو ذاك اليوم؟ شعل فيك يا راجل. يلا نبدا. طبعا انا اقول ماجد هو رقم واحد. طبعا الصوره اللي طلعت لماجد كانت في تبوك فعلا، وهذا راي ماجد وليس راينا احنا، انا والله يوسف، فهذا راي ماجد، لكن احنا نحترم يعني هذا الشخص. هذا انتهى موضوع الاثنين.